تعيش مناطق سيطرة الحوثيين منذ مساء السبت أزمة وقود جديدة افتعلتها الميليشيا رغم تدفق سفن الوقود عبر ميناء الحديدة بموجب الهدنة الأممية السارية منذ 2 أبريل الماضي. وسبق تلك الخطوة بسعة إجبار ميليشيا الحوثي ملاك محطات الوقود على التوقف عن بيع مادة الديزل في جميع مناطق سيطرتها رغم توفر كميات هائلة في محطاتها. وبدأت الميليشيا بتطبيق ما تسميه خطة طوارئ في توزيع الوقود تسمح بتعبئة 40 لترا لكل مركبة خلال أسبوع وسط طوابير طويلة للمركبات تصطف أمام محطات الوقود في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا في مشهد مألوف دأب عليه الحوثيون في مسعى منهم لكسب ملايين الريالات كعائدات من بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء. وتؤكد تقارير حكومية تفريغ 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت الميليشيا بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر بأكثر من 900 ألف طن. وانتقد النائب الموالي للميليشيا عبد بشر هذا الإجراء من جانبها وقال في تدوينة على تويتر إن الأزمة التي أعلنت عنها لا مبرر لها مشيرا إلى إمكانية حل هذا الإشكال بطرق أخرى ليس من بينها اختلاق الأزمة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية وعدم التزام الميليشيا بصرف المرتبات. إذن وحول أزمة الوقود المفتعلة من قبل الميليشيا الحوثية ينضم إلينا عبر الهاتف مستشار وزارة الإعلام السيد فيصل العواضي. مرحبا بك سيد فيصل. إذن هناك أزمة وقود جديدة افتعلتها الميليشيا الحوثية السبت رغم تدفق سفن الوقود عبر ميناء الحديدة وكذلك توفر الوقود في الأسواق السوداء في مناطق سيطرة الحوثيين، يعني برأيك لماذا تقوم ميليشيا الحوثية بالضغط على المواطنين وأين كذلك الأمم المتحدة من هذه الخروقات المتكررة من قبل الميليشيا الحوثية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم والمشاهدين الكرام. حقيقة هذه الميليشيات يعني ليس لديها في أدبياتها أو سلوكها إلا ما يريد المواطن، يعني فليس غريبا ان تفتعل ازمه لخنق المواطن او لاذيته او لسلبه ايا من مدخراته او تصعيب الامور عليه بشكل او باخر، وهذا ليس على اساس يعني ليس في مجال المشتقات النفطيه وانما في كل المجالات بشكل عام. كما اشرتم في تقريركم يعني هناك كميات افرغت عبر ميناء الحديدة ولم يعد هناك مبرر، يعني ميناء الحديدة صار مفتوحا منذ الهدنة الأولى ودخلت كمية كبيرة من المشتقات النفطية، وكان أيضا الالتزام أنها ستورد جمارك هذه الكميات للاستفادة منها في مواجهة استحقاقات الراتب، لكن الميليشيات كعادتها لم تفي بالتزامها والأمم المتحدة أذن من طين وأذن من عجين. وقود كذلك سيد فيصل هو متوفر أيضا في المحطات في العاصمة صنعاء وكذلك المناطق الخاضعة لسيطرتها، لكنها توجه أصحاب المحطات بإيقاف بيع الوقود، لماذا برأيك تقوم بهذه التصرفات؟ هم أصبحوا تجار بالشقات نفطية تجار سوداء، يعني أولا الميليشيات التي تحس بقرب نهايتها وبأنها لا مستقبل لها في أرض الوطن، لهذا فهم يريدون أن ينهبوا أكبر قدر ممكن يستطيعون نهبه من الأموال، نعم من السوق السوداء أو من أموال الناس، وبالتالي فهم الآن يريدون أن يخلقوا الأزمة لكي يبيعوا ما لديهم وما كانوا قد خزنوه في السوق السوداء، ثم بعد ذلك سيسمحون للمحطات باستئناف نشاطها بعد أن يكونوا قد أكرهوا ما لديهم وباعوه في السوق السوداء. نعم سيد فيصل، لماذا اعذرني على المقاطعة، لكن لماذا الأمم المتحدة هي غائبة عن ما تقوم به الميليشيا الحوثية من هذه الخروقات المتكررة سواء في الجبهات أو في كذلك يعني تكثيف من المعاناة على الناس وكذلك الضغط عليهم من منع الوقود وكذلك محاصرتهم عبر هذا التصرف؟ حقيقة لا أملك إجابة واضحة وشأن
الكثيرين المراقبين للشروك الأمم المتحدة، لكن من حيث المبدأ الحكومة والقنوات الدبلوماسية سواء وزارة الخارجية أو السفارات أو مندوبنا في الأمم المتحدة يتحدثون بكل وضوح ويواجهون الأمم المتحدة بهذه الحقائق ويضعونها أمام الشرعية الدولية، ونتابع ونطالب، يعني لسنا لوحدنا وإنما المجتمع العربية بشكل عام تطالب بوضع حد لهذه السلوكيات والضغط على هذه الميليشيات وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه المطالبات. نعم، وضحت الصورة السيد فيصل العواضي المستشار في وزارة الإعلام، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.